أحرف العربية. حرف الزاي. ز ز زي. أعيد ورائي يا أحلى متابعين. ز ز زي. جميل جدا جدا جدا. ز زرافة. ز زهور رائحتها جميلة. زي زراعة. زا زوزي. قولوا ورائي يا أصدقائي. زا زوزي. كم أنتم رائعون. زا زاحف. زو نزول. زي حزين. كتابة حرف الزاي إذا كان منفصلاً. هيا لنحاول كتابته. أزرق. أين يختبئ حرف الزاي؟ وجدته هنا وهو منفصل. كتابة حرف الزاي إذا كان متصلا. جميل. جزر. أين يختبئ حرف الزاي؟ ها هو هنا وهو متصل. أحسنتم يا شطورين. كما لاحظنا من الأمثلة السابقة فإن حرف الزاي يكتب هكذا إذا كان متصلا، ويكتب على هذا النحو إذا كان منفصلا. لنربط حرف الزاي في الكلمة المناسبة. موزون. أحسنتم. زكاة. أحسنتم. مزرعة. رائع. مركز. جميل. رائع. أحسنتم. قصة حرف الزاي. كان في ذاك الزمان عجوز اسمه زيدان يتقن زيدان التطريز. فزارته زينة زوجة السلطان عزيز تطلب أثوابا مزخرفة لحفلاتها المترفة. عرض عليها زيدان الكثير من الألوان فاختارت الأزرق والزهري والزمردي. ثم غادرت. لنجد حرف الزاي في القصة. كم أنتم رائعون. إذا أعجبكم هذا الفيديو اشتركوا في قناتنا وأرسلوا تعليقاتكم أسفل الفيديو.